تفاصيل متعددة وألوان مختلفة تلفت انتباه كل من يشاهد لوحات الفنان الهولندي فان جوخ. لوحة ليلة النجوم واحدة من الأكثر شهرة، رسمها نهاراً مجسداً كل ما حفظته ذاكرته من ليلة شاهدها من نافذة غرفته في المصحة عام 1889. اتخذ فان جوخ الرسم التشكيلي وسيلة للتعبير. في السنوات الخمس الأخيرة من عمره رسم ما يفوق 800 لوحة زيتية، يعد معظمها من الأغلى ثمناً في العالم. عرض حي لرسوم الفنان الهولندي أقيم لأول مرة في أبوظبي، حيث لونت أجهزة الإضاءة جدران المسرح الوطني بالرسوم المتناغمة مع أصوات موسيقى الكلاسيكية تحكي قصة كل لوحة من لوحاته. وزارة الثقافة وتنمية المعرفة استضافت معرض الفنان العالمي فان جوخ في هذا المكان في المسرح الوطني في العاصمة أبوظبي. هذا المكان اللي طبعا يستضيف دائما فعاليات المختلفة والمهمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من طبعا ضمن برنامج أو برامج التبادل الثقافي ما بين دولة الإمارات والدول الأخرى. هي تعرض اللوحة بطريقة شيقة، فأنت لما تشوفها اللوحة مجزأة لأجزاء مختلفة مع خلفية موسيقية تصير واحد ينجذب لها، ولكل أعمار، مو بس فقط الناس الفنانين أو لهم دخل الفن، أي واحد ممكن يستمتع في التجربة هذه حتى لو ما كانت عنده خلفية فنية ممكن يدخل في المجال هذا. ويتضمن المعرض مشغلا تعليميا لعشاق الرسم على طريقة فان جوخ، ويحظى الزائرون بفرصة التعرف إلى المصادر التي ألهمت الفنان فان جوخ من خلال صور ومقاطع فيديو مشابهة لما كان يشاهده حينها. نحن في عام 2018، أي بعد 130 عاماً، ومن نفس الغرفة التي انطلق منها فان جوخ إلى عالم الرسم. وبالرغم من المعاناة والحزن والفقر التي عاش فيها الفنان الهولندي، إلا أنه لم يحرم العالم من جمال الفن. سلطان البادي، سكاي نيوز عربية، أبوظبي.